بالك كثيرك النبهان وتصيد كاميرا منصور أسئلة عدها إبراهيم قصده يحفز الجمهور يا جمهور لحظة. رحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة من حلقات برنامجكم الجماهيري وراهم وراهم يورو 2012 يوميا. احنا معاكم من مطعم فريج المارينا والحماس والإثارة في يورو 2012. وصلنا معاكم لليوم الختامي لختام الدور الأول وختام المجموعة الأخيرة ومباراتين اليوم قمة بالإثارة، مباراة المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأوكراني والمنتخب الفرنسي والمنتخب السويدي. راح نكون معاكم في تغطية خاصة بمباراة المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأوكراني في وراهم وراهم. طبعا مشاهدينا الكرام مباراة قمة راح تكون بين صاحب الأرض والجماهير المنتخب الأوكراني وبين المنتخب الإنجليزي صاحب التاريخ الكبير. الإنجليز خذوا كأس العالم مرة واحدة ولم يأخذوا هذه البطولة، وأكيد طموح جماهير الإنجليز بطولة كأس أوروبا أكيد أمنية كل جماهير الإنجليز. تصريحات كثيرة، واليوم سنشهد عودة الفتى الشقي وقائد المنتخب الإنجليزي مو الكابتن، طبعا كابتن بحضرة جيرارد فلا كابتن للمنتخب الانجليزي غيره، ولكن اليوم قائد المنتخب الانجليزي نجم المانشستر يونايتد روني قال انجلترا جيده وستحرز لقب اليورو، ويؤكد انه لا يخشى مواجهه المنتخب الاسباني سواء في ربع النهائي او في نصف النهائي. شفتشنكو نجم المنتخب الاوكراني قال لن نخرج جماهيرنا تعيسه وسنسعى لاسعاد جماهير اوكرانيا بما ان البطوله على ارضنا وبين جماهيرنا. كلام كبير داير بين روني وبين نجوم المنتخب الانجليزي، وكلام اخر كبير بين قائد اوكرانيا ونجم اوكرانيا الاول شفتشنكو. بنروح معاكم ونسمع توقعات جماهيرنا في مطعم فريج المارينا ونرجع لكم. عبد الغني الجابي اتوقع فوز انجلترا 2-1. عبد الرحيم الجابي اتوقع 3-2 انجلترا. موفق قبيطري اكيد اوكرانيا 2-1. بدر مطر اتوقع اوكرانيا 2-1. جورج حواشي انجلترا 2-1. سميح مطر اوكرانيا 2-1. الاسم سعود فضل الله. النتيجة 2-0 انجلترا. محمد عادل النتيجة 1-0 لانجلترا. معك طارق فليتي اوكرانيا راح تفوز 2-1. احمد الشمري اتوقع فوز انجلترا 2-0. بسم الله الرحمن الرحيم هشام محمد اتوقع فوز انجلترا 2-1. احمد ابو كبير بتوقع 2-1 لانجلترا. محمود منير بتوقع النتيجه تكون 3-1 لانجلترا. بدر رافع اتوقع التعادل 1-1. عبد الله انزي 1-0 انجلترا. عمر رافع 2-1 كورونا. انا بالشروال اعتقد 2-1 لانجلترا. بتوقع تفوز انجلترا 1-0. ايمن عثمان. صالح العنزي اتوقع النتيجه ان شاء الله راح تكون 1-1. احد الجماهير اللي حاضرين معنا اليوم ومباراه اوكرانيا وانجلترا، وانت قلت تشجع المنتخب الاوكراني صح ولا لا؟ بس امام تاريخ الانجليز الكل يخاف صح ولا لا؟ بس على المستوى اللي عم يلعبوه هلا عرفت كيف، ما فيش اي خوف يعني. قادر اوكرانيا تاخذهم اكثر من 3-0، بس انا عم بقول 2-0. حلو، شفنا انجلترا امام السويد، السويد كان افضل، رجع انجلترا فازوا 3-2، يعني الخبره ما تحكم؟ الخبره تحكم، بس الاوكرانيين اليوم عم يلعبوا بطريقه كثير حلوه. شوف لاحظ حتى اللعبه قدامك هلا، لاحظ هذه اللعبه هذه فيها جول. حلو. عرفت كيف؟ شوف يجي الجول راح ما اها شفت الفلت موجود، فهذا اللعب اللي بيخليك انك تشجع اوكرانيا. حلو، نحن عاده بنشجع اللعبه الحلوه. صحيح، عرفت كيف؟ هذا يعني مو عشان متعاطف عشان هم اصحاب الارض. لا 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 مش تعاطف معهم، الشيء الحلو يعني اللي بيخلي يعني اللعب الحلو هو اللي بيخليك انك انت تشجعهم. يتغلبوا على الانجليز اليوم؟ يتغلبوا 2-0. 2-0
انت تتابع الكره من زمان صح ولا لا؟ طبيعي. الخبره ما تنفع، الانجليز عندهم الخبره. الخبره عندهم بس الاوكران هم ما شاء الله حولهم يعني فريق ما شاء الله ممتاز يعني ما لا يستهان به يعني. حلو، في هالمباريات هذه يفيد الحماس والجمهور اوكرانيا تلعب على ارض الحماس طبيعي طبيعي، الحماس طبعا يفيد. حلو، يعني اللاعب يستمد قوته من الجمهور. حلو صحيح ولا لا؟ اليوم الاوكرانيين بالحنان ولا الانجليز بالخبره؟ والله اتمنى انا اليوم يعني اتمنى الفوز لاوكرانيا بيني وبينك يعني. حلو، ولكن اللي شايفه الانجليز بعد مو يعني مهينين. مو سهلين. احد الجماهير اللي حاضرين معنا ومستمتع امام الشاشه اوكرانيا وانجلترا، شو نتكلم اليوم عن المباراه هذه؟ نقول الخبره والحماس الاوكراني، نقول المفاجاه الاوكرانيه، نقول تاريخ الانجليز، شو نقول؟ نقول الحماس الاوكراني اللي واضح لحقيقه الان. حلو، بس اللي تكرر المباراه يعني بس الانجليز ما هم في الاخر يعني نفس ما صار مع السويد شاطرين. نفس ما صار مع السويد بيستغلوا الفرصه لاخر لحظه وممكن يجيبوا جول. قالوا الانجليز عندهم المخلصين. عندهم المخلصين. عندهم النجوم. عوده واين روني اليوم تاثر؟ والله مش واضح لحد الان انها ممكن تاثر. حلو، مش واضح اي تاثير له. احد الجماهير اللي حاضرين معنا اليوم انجلترا واوكرانيا، شو نقول اليوم عن هالمباراه هذه؟ نقول حماس الاوكرانيين ولا؟ والله الاوكرانيين ما شاء الله عليهم شادين صراحه. علم الدين اللي عليهم. اي والله صراحه، حتى لو خسروا صرت طلع بياض ولجه صراحه. حلو، بس انا بتوقع انه انجلترا تغلب. حلو، 2-0. حلو، شايف اليوم التكتيك يعني، هل نقول انجلترا متراجع بدايه المباراه؟ اي تراجع وايد. ليش السبب؟ ما ادري، يمكن متردين خايفين ما تدري، بس التكتيك تبع الاوكرانيين صراحه افضل بكثير من انجلترا. حلو، يعني حاسسهم مرتبكين انجلترا. حلو، ونفس الشيء الاوكرانيين على فكره مرتبكين يعني، يعني انا مش عند بصر عند الجول ومو قادرين يهدفوا. حلو، الاهل شو متراهن معهم على التليفون؟ انا اسباني طبعا. اسباني، اخوي انجلترا، اخوي الدكتور بشجع انجلترا طبعا. انجلترا اي بس جاي لليوم قلت له ان شاء الله حتتخربق وتطلع ان شاء الله ما تطلع ما تتاهلون ان شاء الله عشان ما تقابلهم انت. اي عشان ما اقابلهم. يعني خوف من الانجليز؟ لا والله مو خوف من الانجليز، عشان ما اخسر اخوي بس عشان ما اذبح. اوكرانيا وانجلترا، واوكرانيا على ارضها ودعنا بولندا المستضيفة، هل اليوم ممكن نودع المستضيف الثاني؟ والله ممكن نودع المستضيف الثاني، لأن أوكرانيا عم تلعب لعب حلو. حلو، على أرضها. حلو، وإن شاء الله بإذن الله نربح. حلو، نعرف إحنا دائما اللبنانيين بيحمسوا الإنجليز، بيحمسوا الفرنسيين، صح ولا لا؟ بيحمسوا الأسبان، ليش أنت اليوم متحمس الأوكرانيين يعني؟ أحمس الأوكرانية لأن أنا بحب أوكرانيا. حلو، حب اوكرانيا. ايه بحبها لاوكرانيا، مش هناك عم حمسها اليوم. حلو، هل الاوكران عندهم القدره يستمروا في وسط هالكبار هذيل؟ يعني نشوف هالبطوله مجزره نقول. والله ما بتعرف، لان كل شيء عم يتغير هلا، لان كل فريق الفريق الضعيف صاير عم يوصل الاول. حلو، والفريق القوي صاير عم يتراجع لورا. حلو، بس ما شفنا مفاجات يعني. ان شاء الله يعني رجعوا ربحوا الكبار، اسبانيا فرنسا كلهم يعني ان شاء الله بيربحوا الصغار كمان. حلو، يعني انت اليوم قلبا وقالبا معهم. قلبا وقالبا مع اوكرانيا. ما تتوقع الانجليز اليوم يطلعونك زعلان؟ والله ما بزعل. حلو، هيدي بالنهايه لعبه عم بيلعبوها. صحيح، بدها تكون روح رياضيه. حلو، ربحوا الانجليز بكون صحتين على قلبهم. جماهير اليوم حاضرين معنا، واليوم نشوف نسبه الجمهور المشجع لاوكرانيا كثير. يا ترى بتشجعوا الاوكرانيين عشان تعاطف مع اصحاب الارض ولا هم يستحقون يعني؟ والله تعاطف مع اصحاب الارض لانهم يستحقوا يلعبوا مباراه مصيريه. والله حلو، بس يعني امام الانجليز؟ لو انجليز الجمهور معهم. الجمهور معهم. انت معاهم بعد اليوم. حلو، قول لي اوكرانيا تمتلك العناصر اللي يعني تمتلك الاسلحه اللي تفوز على انجلترا؟ شايف الاسامي الانجليزيه جيرارد، لامبارد، واين روني، ويلبك، يعني عندها اسلحه خاصه بخط الوسط، عندهم اسلحه كويسه، بس ينقصهم بس التهديف. تهديف. حلو، يعني اليوم شفنا الدفاع الانجليزي بدايه متفكك، ما اخترقوا، ناقصهم الهدف، لسه في فرص جايه على الطريق ان شاء الله. يعني مراهن اليوم عليهم 1-0 ان شاء الله. 1-0 حق اوكرانيا. اوكرانيا جول للمنتخب الانجليزي و1-0، وخبره الانجليز اشتغلت في المباريات. وايروني ابو سعيد يغير الفريق، عرفت؟ حلو، يعني وجوده الحين مع المنتخب 180 درجه غير بين لمساته. طبعا انت شوف ويلبك شلون تحرر، شوف يونغ شلون صار يفتح اللعب. لا وايروني غير بالمنتخب، يعني تشوفه شلون قاعد يمشي اللعب، يحرك المباراه، غير وضعيه الفريق كلها تغيرت. حلو،
يعني انت لاحظ دقق على مباراه السويد ودقق على المباراه هذه، حتى ويا فرنسا اللي كانوا ما يعدون نص الملعب شوف الحين شلون. حلو. اي في فرق قلت لك العناصر اليوم افضل. مو هي التشكيله نفسها ثابته. حلو. بس اقول لك روني يسوي الفارق. طبعا يسوي فارق 100%. هدف للمنتخب الانجليزي 1-0 الانجليز على اوكرانيا، مباراه اليوم تحكمها الخبره الانجليزيه. مضبوط صح، يعني صراحه فرحنا الجول، يعني صراحه اني صح اجى متاخر بس فرحنا يعني الجول لانجلترا، واللاعب مسيطر لانجلترا، يعني اللاعب كله انجلترا انشاف صراحه، ما في لاعب اوكراني ابدا. حلو. هل الانجليز قادرين يهجمون اكثر بصراحه؟ ان شاء الله. لا قادرين وان شاء الله. انا اتوقع في صراحه في جول ثاني. حلو. ايه؟ في جول ثاني. ايه؟ حلو. ما تعدل اوكرانيا يعني؟ لا كلش. حلو. المباراه هاي شو نقول، بالخبره؟ بالخبره. ايه بالخبره المتقنه يعني صراحه. حلو. بالخبره يعني متمكنين من اللعب وايد. يستحقون عن هالمجموعه يتاهلون الانجليز مع الفرنسيين صراحه؟ يستحقون وايد صراحه. انا اتوقع احد الجماهير اللي حاضرين معنا وانجلترا واوكرانيا ومباراه اليوم، يعني هدف للحين وحيد بالمباراه، هل نقول قادر منتخب الانجليزي عبر مهاجمينه يضيف الهدف الثاني، قادر عبر المدفعجيه اللي عنده يعني جيرارد ناس شويته، او المنتخب الاوكراني يعني تعادل؟ والله شوف، هو المنتخب الانجليزي يعني امانه يعني منتخب كبير، يعني منتخب يلعب بعمل خبره في بطوله كاس اوروبا، يعني ما غاب عنها صار لفتره، فعندك يعني بوجود كمان اول مباراه لروني في الجيم، فاتوقع ان شاء الله المنتخب الانجليزي يعني قادر انه يضيف هدف ثاني. اتوقع تكتيك اللي لعب فيه يعني هودسون مدرب المنتخب الانجليزي، اول شيء سكر بالشوط الاول، حلو، له تفاديا للمفاجات نقول، بالشوط الثاني ظهر مهاجم، شنو هالتكتيك هذا؟ والله هو طبعا اول عندك الشوط الاول لازم انت عندك ما تضمن اصحاب الارض، انت جاي المنتخب الاوكراني يلعب على ارضه وسط جمهوره. صحيح. والمؤازره الجماهيريه شغاله من الشوط الاول، وهم بعد خسرانين 1-0 والفريق بعد قاعد يهاجم. حلو. يعني خطير الفريق الاوكراني. حلو. عندك شيفتشينكو بعد لسه لحين ما نزل في الشوط الثاني، متوقع انه يدخل. حلو. يمكن مرق اليوم غياب شيفتشينكو فرق صراحه، يعني انت عندك شيفتشينكو عامل خبره، يعني لاعب كبير ممكن اثر وايد، ممكن يحط جول لو دخل، بس يعني للحين المنتخب الانجليزي هو الافضل، هو اللي مسيطر. حلو. بس هم بعد المنتخب الاوكراني يعني قاعد يلعب على المرتدات، منتخب صاحب ارض صاحب جمهور صاحب الضيافه، اتوقع تعادل ممكن، ما نستبعد التعادل، بس هم بعد المنتخب الانجليزي بوجود عوده روني اتوقع راح تكون مؤثره، ممكن يضيف هدف ثاني صراحه. حلو. احد الجماهير اللي حاضرين معنا هو زعلان على الاوكرانيين، يعني نوعا ما، يعني اليوم شو نقول غياب شيفتشينكو اثر على المنتخب الاوكراني اكيد في الهجوم، يعني كان في فرص كثيره في الهجوم بس المهاجمين ما عرفوا يستغلوها مضبوط، ممكن خبره شيفتشينكو كانت تاثر في الهجوم الاوكراني. يعني منتخب اوكرانيا بصراحه يعتمد فقط على شيفتشينكو، ما عنده البدائل؟ لا ما عنده للاسف، لانه شفنا كثير فرص ضاعت بسبب عدم وجود مهاجمين يعني مضبوط. حلو. خسرنا في الدور الاول على المنتخب البولندي صاحب الارض، اليوم هل يطلع صاحب الارض الثاني؟ للاسف صعب يضبط الوضع بعد الجول، يعني محتاجين جولين على انجلترا. ما اعتقد في الظروف اللي هم فيه ممكن يجيبوها. احد الجماهير الانجليزيه اللي حاضرين معنا واليوم تشجع انجلترا. ايه. وهذا جول الغاء الحكم مشكوك فيه للمنتخب الاوكراني، شو تقول عن هالمباراه؟ مباراه يعني فيها نوع من التشويق، في ضغط من الاوكرانيين وفي ضغط من الانجليز، بس حلو. تكتيك المدرب الانجليزي اليوم، دفاع بالشوط الاول، انقضاض على الخصم بالشوط الثاني، وين روني؟ وايد فرق بين المنتخب. روني اليوم مثل ما نعرف اول مباراه له باليورو. حلو. يعني ما شفت انه قاعد يلعب صح، بس لعب بالشوط الثاني والجول منه حلو. حلو. شو تتوقع بما انك انت مشجعي منتخب الانجليزي، يكمل المنتخب الانجليزي في هالبطوله؟ اي اكيد. وين؟ والله ما ادري، عندك المنتخب الالماني والاسباني داشين بقوه. حلو. بس يعني بيكمل نص نهائي اعتقد. احد الجماهير الاسبانيه واليوم حاضر و تراقب الوضع الانجليزي الاوكراني، شو تقول عن هالمباراه؟ والله مباراه لحد الان احس ان اوكرانيا لعبت احسن من انجلترا. حلو. من اللي هذا على ما اعتقد انها تعدت الكره كامل محيطها. حلو. بس ما انحسبت لاوكرانيا. حلو. انا تعرفنا ابو سعيد اسبانيا. صحيح. ماكو داعي، احنا مريحين، فزنا امس وناطرين اليوم نباري منه. حلو. اي فريق عادي ما تفرق معنا. حلو. بس منتخب الانجليزي يفرق عن الاوكراني اكيد كخبره. انجلترا برجوع روني شوي اصعب بالهجوم. حلو. وانا صراحه من عشاق لاعب واحد اللي هو بالانجلترا جيرارد. حلو. يعني انا اتمنى ليفربولي هذا. اي ليفربولي حبايبنا. حلو. فاتمنى انجلترا تتاهل.
عشان تواجه احنا وياهم بالدور. زيد المتعه اذا يعني تاهلوا الكبار فرنسا انجلترا. اكيد اكيد، يعني امس شفنا كرواتيا ما كانت تستحق تطلع، يعني صحيح. كرواتيا المفروض من الثمانيه توصل. حلو. وروسيا كذلك كمستوى. حلو. كمتعه بالدور الثمانيه. حلو. اتمنى اليوم تفوز انجلترا. يعني الدقائق هذه ممكن المنتخب الانجليزي يتراجع، المنتخب الاوكراني يهجم. تبي التمني ولا الاحساس؟ حلو الاحساس. احساسي في تعادل اوكرانيا. تعادل. اي بس اتمنى لاني مشجع مثل ما قلت لك الجيرارد وليفربول بالاخص. حلو. اتمنى انهم يفوزون الانجليز. حلو. ياخذون الكاس بالمقبل. لا هذاك ابو لسيل وخالص. هذاك حق متادور لاروخا، ماكو جدال عليه. حلو. بس احنا نتمنى انجليز مثل ما قلت لك دور الثمانيه يكون اقوى بوجودهم. اليوم اذكى مدرب منتخب الانجليزي؟ المدرب المنتخب الانجليزي اعتقد انه ذكي جدا النهارده. حلو. لانه معاه فرص كتير، ما لعب على المضمون وما حاولش يضيع الفرص اللي معاه. حلو. ويلبك مدرب المنتخب الاوكراني كان المفروض يغامر اكتر من كده لانه ما عندوش غير فرصه واحده. يعني الحين قاعد تشوف المنتخب الانجليزي يلعب مهاجم واحد ويلبك بس، ما شفنا المنتخب الاوكراني استغل وضغط. هو كان هو عشان هو غصب عنه لانه ما عندوش غير المهاجم بتاع المنتخب الاوكراني، ما عندوش مهاجم صريح. ما عندوش مهاجم صريح. حلو. وطبعا شيفتشينكو لو موجود كانت الدنيا هتتغير كتير. جماهير اليوم حاضرين ومستمتعين باداء منتخب انجلترا ومنتخب اوكرانيا، مباراه متساويه في المستوى، شوط اول اوكراني شوط ثاني انجليزي، حق منو راح تروح المباراه؟ وسعيد اول شيء بخرج عن النص، انا جاي تطمش. حلو. اي انا جمهور الماني ضامن النهائي وضامن البطوله، بس جاي اطمن اشوف اللعب. الحين يعني الفرق يعني كل ما تزيد مباراه يصعد الرتم، شفنا المنتخب الاسباني صعد رتمه، شفنا المنتخب الايطالي صعد الرتم، يعني نشوف اليوم الانجليزي صعدوا ايضا. بس المغرور يقول نفس قصير، ما في مثل الماكينه الالمانيه 12 سندر نفسها طويل. المنتخب الانجليزي يعجبني فيه انه منتخب شباب. ان شاء الله يصدق توقع، يعني ما ولا مباراه توقعتها صح، بس ان شاء الله 2-0. 2-0 ان شاء الله انجلترا 2-0 عشان توقع يصير صح. بس المنتخب الاوكراني ما امتعنا غير اول مباراه كان فيه مبدع، لكن الفريق من المباراه الثانيه قدام فرنسا قل مستوى جدا. حلو. المدربين اليوم تفوقوا على بعض، يعني روحتش المدرب المنتخب الانجليزي تفوق اليوم على المدرب الاوكراني تقدر تقول، لانه يملك اليوم عناصر اقوى، عناصر شبابيه، ودخول روني اليوم اعطى دافع قوي. حلو. اوكرانيا ما فادتهم الارض والجمهور، ما تقدر، لان اوكرانيا يعتمدون على شيفا، وشيفا ما شاء الله غايب وتوه داخل عمره 34 سنه، والانجليز يعتمد على روني صغير 24 سنه، فرق العمر. انجلترا واوكرانيا واخر الدقائق، واليوم شكلنا بنشهد خروج ثاني فريق يعني مستضيف للبطوله. 1-0 حق الانجليز، استحقوا الانجليز اليوم. لا والله ابو سعيد ما استحقوا، انا خالفك بالراي. اوكرانيا لايما ضيع عليهم هدف محقق. حلو. وهدف صحيح 100%. حلو. والكوره مو نصها، كلها دش الداخل. حلو. وضيع عليهم، والطرف الثاني المباراه الثانيه السويد قلب فرنسا فضيع عليهم المباراه، كان لو متعادلين كان اثنينهم صعدوا. حلو. بس يعني ما يستحق المنتخب الانجليزي يصعد بصراحه؟ يستحق، بس يستحق بالمباريات اللي طافت. حلو. بهالمباراه للامانه ما سيطروا. حلو. بس تكتيك فني يعني اليوم. حلو. لعب سكر بالشوط الاول، اشتغل بالشوط الثاني بس عيد، لانه هو يكفي كان التعادل، عرف شلون؟ حفوه من الجول شي دش عليهم جول. حلو. وتداركوا اوكرانيا، حطوا مثل ما قلت لك جول محقق 100%، والطرف الثاني كانوا مغلوبين 2-0 فضيع عليهم المباراة بين أرضهم بين جمهورهم بين كذا. حلو. عموما يستحقون الفريقين، والفريق مثل ما قلت لك انظلم، فهذه كرة القدم. ظلم الحكام ترى بكل مكان، مو عندنا بس بالكويت، حتى بالدول الأوروبية والدول الأفريقية. أحد جماهير المنتخب الإنجليزي، و1-0 للمنتخب الإنجليزي، هل استحق اليوم الإنجليزي الفوز ولا لا؟ بصراحة كبيرة، الإنجليز لعبوا كرة جميلة جدا وفيها تعاون كتير. حلو. ويعني ناس عاملين خطة محكمة وبيلعبوا كويس يعني. حلو. وانت عارف الإنجليز هم من أول من اخترع الكرة يعني. صحيح. وناس يعني فرصهم كبيرة في اللعب أكثر من أي فريق ثاني في الوقت الحالي يعني. حلو. عندهم هدافة كويسة وبدافع في طريقة حلوة برضو، فيعني بصراحه النتيجه ليهم الف مبروك ليهم. يعني بس نتائجهم على السويد فازوا باخر لحظه. نعم.
عدلوا المباراة صح ولا لا؟ صحيح. على المنتخب اليوم على المنتخب الأوكراني بهدف واحد ولسه دلوقتي ممكن في دقيقتين بس صعبة خلاص يعني، على المنتخب الفرنسي تعادلوا، هل الإنجليز لما يقابلوا الكبار أسبانيا والفرق الجامدة دي والبرتغال هيعملوا حاجة ولا لا؟ أكيد، لأنه الفرق دي يعني هي عارفة بتعمل إيه، لعيبة كويسة وناس يعني بيعرفوا يلعبوا كويس وكل ماتش ليه ظروفه برضه ما تنساش يعني حلو. فالفرق المنافسة برضه مش هينة، بس الإنجليز برضه عندهم هياخدوا الكأس إنجليز؟ إن شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام يوميا في برنامجنا وراهم هناك جوائز نقدية كاش مقدمة من وزارة الإعلام لأصحاب التوقع الصحيح يوميا. معنا ثلاث جوائز نقدية كاش، واليوم فاز معنا ثلاث متوقعين من نقول عدد كبير اليوم توقع معنا لمباراة المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأوكراني. طبعا انتهت نتيجة هذه المباراة بفوز المنتخب الإنجليزي بهدف مقابل لا شيء، اللي توقع 1-0 هم ثلاث أشخاص. الأول عبد الله العنزي ونقول له مبروك. عبد الله العنزي 1-0 إنجلترا. والثاني محمد عادل ونقول له مبروك. محمد عادل النتيجة 1-0 لإنجلترا. والثالث أيمن عثمان ونقول له مبروك. بتوقع تفوز إنجلترا 1-0 أيمن عثمان. طبعا مشاهدينا الكرام في كل يوم في برنامجنا وراهم يكون عندنا نجم وستار اليورو، اليوم هو المعلق والنجم السعودي النجم المتميز فهد العتيبي معلق الدوري الإنجليزي وزميلنا في قناة بوظبي الرياضية. بنروح معاكم ونسمع المعلق الجميل فهد العتيبي شنو قال عن هذه البطولة وتوقعاته للنهائي. ومثل ما انتم عارفين دائما توقعات المعلقين عادة ما تكون صائبة وفي محلها. بنروح معاكم ونسمع معلقنا النجم فهد العتيبي شو يقول ونرجع لكم. بطولة أمم أوروبا تعتبر من البطولات الكبيرة جدا على مستوى كرة القدم في العالم. الكل يعلم أنها تأتي بعد كأس العالم مباشرة، من حيث القوة، من حيث الأهمية، من حيث عدد النجوم، ومن حيث حجم التنافس بين المنتخبات الأوروبية الكبيرة بطبيعة الحال. لا شك أنه هذا العام بالذات سيكون في تنافس كبير جدا، ليس بين منتخب أو اثنين، لكن خيارات التنافس ستكون أوسع وأكبر بسبب عدد المرشحين لللقب، إسبانيا حامل اللقب وكذلك ألمانيا المنتخب المتطور جدا، وأضف إلى ذلك هولندا التي كانت في نهائي كأس العالم وخسرة ضد الإسبان، وربما لا نستبعد مفاجآت أخرى من منتخبات لها تاريخها ولها عراقتها وأيضا لها عدد وافر من النجوم منتشرين بين أندية أوروبا العريقة. لذلك نعتقد أنه هذا العام سنعيش مع الصيف ساخن ومع بطولة كبيرة جدا، وننتظر حقيقة الاستمتاع بها. في كأس أمم أوروبا سأتابع البطولة بطبيعة الحال، لا يوجد فريق أنتمي إليه، ولكن سأكون مثل الكثيرين اللي يترقبوا مشاهدة عدد من النجوم في المنتخبات الأوروبية. لدينا في إسبانيا لاعبين على مستوى عالي نترقب مشاهدتهم، كذلك في ألمانيا، في هولندا، في فرنسا، في إيطاليا، في عدد من اللاعبين حقيقة الكل يترقب مشاهدتهم في اليورو، مثل تشافي وينيستا لاعبي البارسا، فرناندو توريس مع إسبانيا، مع ألمانيا هناك عدد وافر من النجوم حقيقة، بالذات الشبان الصغار اللي ينتظرهم مستقبل كبير، كذلك في هولندا آرين روبن وسنايدر. لذلك نحن موعودين مع متابعة عدد كبير من النجوم الوافرة والكبيرة في هذه التظاهرة، اسمح لي القول أنها عالمية. التوقع سيكون صعب من سيفوز في البطولة، علينا انتظار الأيام الأولى والمباريات الأولى من البطولة، ومن ثم معرفة الحالة الفنية التي يقف عليها المنتخبات. لا ننسى أنه في البطولة تأتي بعد موسم شاق جدا للاعبين على صعيد البطولات المحلية الأوروبية وعلى مستوى بطولات الشامبيونز ليج. لذلك من الطبيعي أن تكون بطولة صعبة على كل الفرق بدنيا قبل أي شيء، ومن الطبيعي أن تكون أيضا صعبة فنيا، ولذلك فإنه حقيقة أنا أجد أنه منتخب الإسباني مرشح، وكذلك ألمانيا وهولندا، وبدرجة أقل منتخبات أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وحتى ربما كرواتيا. طبعا مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة راح نستعرض معاكم دور الثمانية في يورو 2012. يوميا ستكون هناك مباراة طبعا ومباراة نقول قمة في دور الثمانية وبين الكبار. أول مباراة
راح تجمع المنتخب التشيكي والمنتخب البرتغالي يوم الخميس إن شاء الله لمباراة ثانية يوم الجمعة بين المنتخب الألماني ومنتخب اليونان. نقول راح تكون قمة بين الألمان الفريق الكبير وبين الفريق اليوناني صاحب نقول الطفرة في هذه البطولة والفريق اللي عنده أكيد طموح أنه يغلب المنتخب الألماني. المباراة الثالثة راح تكون بين الفريق الأسباني والفريق الفرنسي، بلا شك راح تكون قمة أوروبية خالصة بين فريقين كبار. المباراة الأخيرة في دور الثمانية راح تكون أيضا قمة كبيرة بين مدرستين كبار، المدرسة الإنجليزية والمدرسة الإيطالية، وأكيد لإنجلترا جماهير كثيرة وللطليان أكيد جماهير أكثر. في النهاية نقول لكم ألف شكر لكم على متابعتكم لهذه الحلقة، ودائما وأبدا ندعوكم للحضور معنا في مطعم فريج المارينا، جوائز قيمة للتوقعات وأجواء حماسية مثيرة. من هنا نشكركم ونشكر بيتي جول للملابس الرياضية، كنا جاسم حبيب، ونقول لكم دائما ترقبونا في يورو 2012 في وراهم وراهم، ومع السلامة.